ازيكم؟ عاملين ايه؟ زي ما فرجتكم على شغل الناس الكبيرة معايا في كورس البورتري، حبيت افرجكم على شغل الاطفال الصغيرين او الفنانين الصغيرين ورسمهم الرائع جدا جدا جدا. احب اقول لهم ان هم ممتازين وبيلونوا جميل ورسمهم حلو قوي، ولو استمروا على كده يبقوا فنانين كبار ان شاء الله في يوم من الايام. يا رب رسماتهم تعجبكم، يا رب تشجعوهم، متنسوش تعمل لهم لايك تعمل لهم كومنت. هسيبكوا بقى تتفرجوا على شغلهم. الناس اللي اول مره تتابعني او مشافتش الدروس بتاعت الاطفال قبل كده، هحطلكوا فوق كل مجموعه رسومات الدرس بتاعها، يا رب يعجبكوا. مستنيه اعرف رايكم بقى.
من هنا بتبدأ دروس الاستلزال اللي عملناه مع بعض في البيت بطريقة سهلة وبسيطة ومكونات كلها آمنة للأطفال. ده الشغل اللي اشتغلوا بيه، وهتلاقوا برضو الدروس كلها موجودة على القناة. اتمنى يكون شغلهم عجبكم زي ما هو عجبني كده بالظبط. متنسوش تعمل لهم لايك وتكتب لهم كومنت يساعدهم وشجعهم معايا. ان شاء الله يعملوا شغل كمان احلى بكتير، واستنوني في دروس جايه كتير باذن الله.